ممثلة مغنية بيان سور عندي بزاف ديال الأعمال في على قناتي اليوتيوب، أغاني متنوعة دي فيت مع فنانين اللي هما معروفين، الأعمال الفنية سينمائيا وفي الدومين ديال التمثيل عندي مسلسلات، مسلسل هي مسلسل دابا تزيان، كذلك عندي مشاركة في مسلسل ديال ولاد البحر، إن شاء الله عندي أعمال سينمائية مع المخرج والفنان رفيق بوبكر، بطولة لفيلم قصير اسمه أنسومني اللي داز في سينمات في مهرجان أكادير، وحصلنا على جائزة ديال أحسن أداء اللي حصل عليها الفنان سعيد باي، وبالنسبة لنا هي جائزة لنا كاملين. عندي كذلك فيلم طويل سينما مع الفنان رفيق بوبكر، وفيلم طويل سينما اللي مع الفنانة والعارضة الأزياء الكبيرة ليلى حديوي بعنوان اسمها إن شاء الله اللي غادي يكون قريبا في قاعة سينما. بعيدا عن الفن أنا أم لجوج ديال الوليدات وبنيتها، مطلقة الحمد لله، عايشة مع الأم ديالي والأخ ديالي اللي في العمر ديالو 17 سنة بعد وفاة ديال بابا في كورونا الله يرحمه، والحمد لله بحالي بحال كاع الناس، حتى انا كليت العصا في كورونا ودابا كنحاولوا نهزوا الراس عاوتاني شويه، وكنتمنوا يا ربي يهز علينا هذا المرض. اكيد لقيت صعوبات، لان كيفاش غنقول لك، اولا انا الصعوبه الكبيره اللي لقيت في كورونا هي الموت ديال بابا الله يرحمه بسبب هذا المرض، ونقدر نشرح لك كيف ما شرحت، ولكن ما غاديش نقول لك الكمية ديال الألم والوجع اللي باقين عايشين بها لدابا، ولكن كنقول الحمد لله. الحاجة الوحيدة هو أن الكورونا علمتنا بزاف ديال الحوايج، ومن ضمنها خلات في كل واحد فينا سيكاتريس اللي غتبقى معاه الحياة كاملة. بغيت نقول لكم إن شاء الله تسناو الجديد ديالي، عمل غنائي مع الفنان محمد الرفاعي اللي غادي يتصور عن طريقة الفيديو كليب، وغادي يدوز إن شاء الله حصريا في قناة الأولى برنامج ستاند أب. جمهور ستاد تي في، بغيت نقول لكم أحلى جمهور، الموقع دائما متواجد في هذه الملتقيات، كنقول لكم تبارك الله عليكم، وكنشكركم من القلب للقلب. إلهام قراوي.